بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمحاضرة اليوم راح تكون هي المحاضرة رقم 9 lecture 9 about hepatitis B virus. طبعا شوية تأخرت يعني عليكم لأنه يعني حاولت أنه ألخص لكم إياها مو يعني بقد ما موجود بالمنهاج، وسويتها بطريقة أوضح إن شاء الله. طبعا الهيبيتايتس مثل ما تعرفون انه بانواع مختلفه. الهيبيتايتس بشكل عام هو شنو؟ هو عباره عن ليفر اتاكينج، يعني مهاجمه الفيروس او اصابه الفيروس للكبد. شنو الانواع الموجوده بالنسبه للفيروسات اللي تصيب الهيبيتايتس؟ راح تكون عندنا اكيد تعرفوها سامعين بيها، لكن كصفات عامه بالمنهاج مركزين فقط، منهاج الوزاره مركزين فقط على الهيبيتايتس بي فيروس. يعني احنا راح نمشي عليها على نفس الـ النهج، اوكي. فعندنا بالنسبه للهيبيتايتس اي، هنا طرق الانتشار مالتها، طرق الانتقال راح تختلف من فيروس الى فيروس اخر، لكن تقريبا خلينا نقول متشابهه، انه اغلب انواع الهيبيتايتس تنتقل عن طريق الدم. اذا راح ناخذ شنو؟ راح ناخذ عندنا الهيبيتايتس اي. الهيبيتايتس اي راح يكون هو ينتقل عن طريق فوكال اورال، تعرفون فوكال اورال يعني عن طريق الكونتامينيتد ووتر اند كونتامينيتد فود. اكثر شيء ينتقل عن طريق الكونتامينيتد فود، لانه بقاء الفيروس بالمي يكون فتره قصيره. الفاكسين افيلابل، اللقاح ضد الهيبيتايتس او النوع الفيروس نوع اي موجود. الهيبيتايتس بي النوع بي راح يكون ايضا ينتقل عن طريق، طبعا هنا النوع بي هو اكثر الانواع اللي عنده وسائل اكثر من بقيه الانواع الفيروس اللي تصيب الكبد. يعني طرق الانتشار مالته عديده اكثر من البقيه، فهو ينتقل عن طريق البلاد، سمن، vertical transmission تعرفوها from mother to child. واحنا ما نقول from mother to child، child يعني هو اجل يعني والد، فهنا أنا from mother to fetus من الام الى الجنين. ايضا الفاكسين افيلابل، اكو لقاح له، لكن ايش وقت ينطون اللقاح، ايش وقت هذا بيها يعني بيها اوقات محدده. الهيبيتايتس سي ايضا هو ينتقل عن طريق البلاد، انترا فينوس دراج يوز، هذه الطرق الانتشار مالته عن طريق مثلا شخص اخذ وخليت لكم عليها صوره. كيف هو ينتقل؟ المود اوف ترانسميشن بالنسبه لهيبيتايتس سي فيروس، عندنا طبعا اصابات كل شويه بالعراق بالنسبه للهيبيتايتس سي والبي، وايضا اكو انواع اخرى بدات تظهر عندنا اللي تعرفون السفر مفتوح، الاختلاط صار اوسع من قبل، المراكز التجميل هوايه، يعني هوايه تنتقل مثلا حتى عن طريق الاطباء الاسنان اذا كان الادوات ملوثه. فينتقل عندنا الانترافينوس دراك يوز، مخدرات طبعا عن طريق الاورجان دونيشن، عن طريق التبرع الاعضاء الى اخره، اوكي. بالاضافه طبعا الى السكشوال ترانسميشن انتركورس، اوكي. هاي بالنسبه للهيبيتايتس سي. بالنسبه للهيبيتايتس دي، الإصابة بهذا النوع من المرض راح يكون هو طبعا عن طريق الدلتا فيروس، فيسمى بي دي. فهو هذا بالنسبة للهيبيتايتس دي survives only in cells co-infected with hepatitis B. يعني الهيبيتايتس دي
يدخل إلى الجسم كسكندري انفكشن، أو راح تكون الإصابة متلازمة ويا من؟ ويا النوع بي. هذه فد صفة بالنسبة للهيبيتايتس دي. يلا يقدر يقاوم بداخل الهوستيل، ويعتمد بالأشياء اللي يسببها الهيبيتايتس بي بعد دخوله للهوست سيل، زين، من دماج إلى شنو البروتينات المتوفرة إلى آخره. بالنسبة عندنا إلى الهيبيتايتس إي، الهيبيتايتس إي طبعا مثل الهيبيتايتس أي راح يدخل هو إلى الجسم عن طريق contaminated food or water. إذن هو الطريق مالته fecal oral، fecal oral. بالنسبة إلى الهيبيتايتس إي causes short term disease، يعني يبقى فترة قصيرة، and is not a chronic كيريال ستيت، ماكو ما مسجلة حالات الكيريال بالنسبة إلى هذا النوع من الإصابة بالهيبيتايتس. هذه أيضا بالنسبة للهيبيتايتس دي، أنه راح ينتقل عن طريق الإكسبوجر through puncturing the skin، خلال شنو يعني؟ بعد حصول مثلا نفس الحالات اللي هي مثلا التاتو عن طريق السرنج، contaminated syringe إلى آخره، أو أيضا ينتقل عن طريق اللي هو blood، contact with contaminated blood، semen، seminal fluid يعني، و vaginal secretions. هذه مهمة، هذا مهم بالنسبة شنو الصفات العامة بالنسبة للهيبيتايتس فيروسز. أنا حطيت لكم صورة اللي هي تجمع كل أنواع الهيبيتايتس فيروسز. بالنسبة عندنا خلنا نأخذها واحدة واحدة حتى تميزون بيناتها فتكون سهلة عليكم إن شاء الله. بالنسبة عندنا إلى الفيروس نوع A اللي هو الهيبيتايتس A فيروس. الهيبيتايتس A فيروس شنية الصفاته العامة بالنسبة إلى المورفولوجي، إلى السيمتري؟ عندنا هيبيتايتس A فيروس راح تكون شبيهة هنا مبينة، ما عنده غلاف. إذن هو شنو عنده؟ بس كابسيد والمادة الوراثية. اوكي، اذا هو شنو؟ ان انفلوبد. اذا هو الفيروس ما يحتوي على غلاف. طيب شنو نوع الماده الوراثيه ب كل انواع الهيبيتايتس فيروس؟ كل انواع الهيبيتايتس فيروس تعود الى الار ان اي فيروس. اذا هي شنو نوع الماده الوراثيه بها؟ ار ان اي. اوكي، عدا واحد اللي هو الهيبيتايتس بي فيروس. هيبيتايتس بي فيروس يكون عنده دي ان اي. اوكي، بالنسبه الى طبعا هنا عنده دبل سترانج دي ان اي، هذا الهيبيتايتس بي فيروس. بالنسبه للبقيه الانواع الفيروس هيبيتايتس فيروسز بها ار ان اي، ونوع الار ان اي بها سنجل ستراند. اذا سنجل ستراند تشوفوه بس خيط واحد، خيط واحد. اوكي، هاي بالنسبه للماده الوراثيه وهل موجود عنده غلاف او ما عنده. طيب طرق الدخول او الترانسميشن اخذناها، قلنا انه بالنسبه للهيبيتايتس اي راح يكون فيكال اورال الى اخره، والبارنترال يعني عن طريق الحقن الى اخره، هذه هسه قلناها قبل شويه. اوكي، بعد شنو عندنا؟ المورتاليتي، منو اكثر واحد يسبب الوفيات؟ طبعا هنا البحوث كلش هوايه
على الهيبيتاتس، يعني أنا مشتغلة بحثين وإن شاء الله عندي بحث ثالث على الهيبيتاتس فيروسز وشين الأنواع المنتشرة عندنا بالعراق. أكو أنواع ما كانت موجودة سابقا بدأت تظهر عندنا، ليش عندنا contaminated food كل شيء هواية، فالانتقال صار أكثر من قبل. اوكي هاي حاله، وبالاضافه الى الانتشار مثل ما تعرفون قلنا عمليات التجميل وهذه حتى عمليات التجميل الفك والى اخره، فبدت ينتشر الانواع من الفيروسات ما كانت يعني موجوده عندنا لكن كلش قليله. المورتاليتي بالنسبه للهيبتايتس اي وهيبتايتس اي فيروس والهيبتايتس اي فيروس راح تكون قليله، اما بالنسبه الى الهيبتايتس بي والسي راح تكون يعني تتراوح من المودريت الى الهاي، من متوسط الى عالي، لكن اعلى شيء سجل هو الهيبتايتس دي فيروس. احنا بالنسبه عندنا بالعراق والله حتى البي والسي عندنا يعني هاي، ما عندنا في شيء اسمه مودريت، عندنا خاصة بعد الإصابات بالكورونا صار أكو قسم من الأشخاص صار عندهم تلف بالكبد، تعرفون هذا الفيروس الهيبتايتس فيروس يصيب الكبد، وهو انصاب أيضا سابقا بالكورونا، فراح تشوف أكو يصير سكندري انفكشن إلى آخره، لذلك زادت الوفيات. بالنسبة عندنا إلى الريسك of a chronic illness، بالنسبة إلى يعني الكرونيك أيضا هو راح يكون الهيبتايتس B والسي والدي راح تكون هاي، أما بالنسبة إلى الهيبتايتس A والE none. أوكي يعني اعتمادا على طريقة الانتقال مالتها، لأن هنا شوية الخطورة مالتها مو مثل البقية، هنا مباشرة عن طريق البلد تدخل ممكن. أوكي بالنسبة عندنا مثل ما قلنا المنهاج عندكم الوزاري مركز على الهيبتايتس بي، هسه راح نبدي الشرح مالتنا كله على الهيبتايتس بي لأنه هو أكثر شيء هو يعني هذا اللي منتشر، ولو إحنا عندنا مثل ما قلنا هيبتايتس سي موجود. الهيبتايتس بي شنو صفاته؟ الهيبتايتس بي is caused by infection of the hepatitis B virus ويرمز إلى بالH B virus. هنا إذا جتكم كتات بالعملي أو إجتكم بالأسئلة يعتمدون أكثر شيء على المختصرات، فانتبهوا بالنسبة للمختصرات بالنسبة للهيبتايتس. إذا كان عندك HBV إذن هذا هيبتايتس B virus، D virus وهكذا، فتنتبهون على يعني عندك الثابت هو الهيبتايتس والثابت يعني ال H وال V ثابتة، تبقى منه تتغير ال B فراح تكون C A إلى آخره، هاي تنتبهون عليها. أوكي الكيت اللي يجيكم أيضا راح تنتبهون على المختصرات، لأن نادر جدا ما يجيبوا لكم يعني الشركات تكتب أو الطبيب يكتب لكم هيبتايتس بي فيروس، ماكو هيجي شيء، تتعاملون كله ويا مختصرات، فانتبهوا على المختصر. إذا الهيبتايتس بي راح يكون هو منو اللي يسببه؟ هيبتايتس بي فيروس، يا عائلة يعود الهيبادينا فيروس. مثل ما قلنا هذا الفيروس راح يكون هو شنو المادة الوراثية بي مميزة عن بقية الفيروسات الهيبتايتس فيروس، راح يكون هو دائري سيركولار، وده تشوفوه شونة double strand DNA. البي طبعا هنا يقول لك بي 8 جينوتايبز بي يعني التنوع بي من اي وبي والسي الى اخره الى حد الاتش، هذا التنوع بالنسبة للجينوتايب. الصفات الرئيسية للهيبتايتس بي فيروس
حطيت لكم هاي الصورة لأنه الشرح ويا الصورة راح يظل ببالك. نجي على نقطة نقطة، شنو مكونات الفيروس؟ احنا ليش ناخذ مكونات الفيروس؟ لأنه الإمراضية مالته راح تعتمد على الانتيجينات الفيروس، وهاي الانتيجينات احنا راح نستعملها for diagnosis of this virus. ومن يدخل الفيروس الى داخل الجسم راح طبعا تعرفون ايش راح يسوي، راح يسوي induce immune response، راح يحفز الاستجابة المناعية، بالتالي ايش راح يتكون؟ antibody ضد الانتيجينات، كل انتيجين اللي احنا هسه راح نقوله يتكون antibody ضد كل انتيجين اللي هسه راح نقوله، وهذا مهم في عملية تشخيص الفيروس. اذا تشخيص الفيروس يعتمد على شيئين، لو تشخص انتيجينات الفيروس او تشخص الانتيبادي ضد هذه الانتيجينات، هذه مهمة بالنسبة للهيبتايتس بي فيروس. اجي هسه اول شيء شنو الانتيجينات الموجودة؟ طبعا بالمناسبة يعني حسب ما قالوا انه قسم من الاسئلة دي يجيبون بها شرح، يعني احنا بوقتنا جابونا شرح قبل 10 سنين و8 سنين اكو شرح، جتي فترة بس MCQ كثروا، هسه رجعوا على الشرح والتعداد والرسم، رجعوا بالنسبة للأسئلة مالت الهاي. فبكل الأحوال أنا راح أشرح لكم وياها على الرسم حتى تكون سهلة عليك. فإذا جابوا لكم عدد أهم الأنتيجينات اللي موجودة بالهيبتايتس بي فيروس، زين الأول على أي أساس هي تعتمد الإمراضية مالته؟ عندنا هيبتايتس H B S أنتيجين، يعني هيبتايتس S أنتيجين، إحنا من نحكي هيك نقول هيبتايتس S أنتيجين أو H B S أنتيجين، يعني شنو؟ هذا هو بالنسبة إلى الهيبتايتس B فيروس قلنا شنو بي؟ غلاف، تمام؟ بي انفلوب، هذا بي أنتيجين. إذا هذا يسموه الغلاف الخارجي راح يسموه سيرفس أنتيجين. إذا الغلاف الخارجي بعدد من الأنتيجينات، شو يسموها هذه؟ يسموها سيرفس أنتيجينز، سيرفس أنتيجينز اللي هي كلها عبارة عن بروتينات. إذا الاس هاي الصغيرة هي معناتها سيرفس، سطح، سيرفس، سيرفس انتيجين او سيرفس بروتينز. زين هذه الانتيجينات او البروتينات راح تكون بيها ايضا تسميات، انا ما شفتها بالمنهاج بس راح اقول لكم اياها، يعني اخاف تسالون بيها او لكم كمعلومه عامه. عندنا ثلاث هيبتايتس اس انتيجين، ثلاثه حسب الحجم مالتها. الأولى يرمزولها أو تسمى لارج سيرفس بروتين، وينها؟ هذه كبيرة، لارج سيرفس بروتين، يرمزولها L سيرفس بروتين، أوكي؟ هاي الوحدة. اثنين ميديوم، هذه الميديوم، ميديوم سيرفس بروتين يرمزولها M، ميديوم سيرفس بروتين، M سيرفس بروتين. يعني مثل واحد من نروح للسوق نلقي الأحجام التيشيرتات والملابس مو بيها لارج وسمول وميديوم، نفس الشيء هنا، هذه حتى ما تنساها، هذه عندها شنو؟ لارج L وبيها الميديوم M وبيها بعد شنو؟ سمول S. فإذا عندها L و M و S هيبتايتس S أنتيجين، زين ثلاث أنواع اعتمادا على الحجم والتركيب مالتها.
إذا هذا شنو فائدته؟ شنو يساعدنا؟ هنا شوية يعني بس بالبداية تلاقون بها صعوبة بالتمييز بيناتها، بس بعدين من تقروها تراجعوها راح تصير كل سهلة عليكم. بالنسبة عندنا إلى الهيباتيتس S أنتيجين، stimulates يحفز protective antibodies. إذا هذا الأنتيجين إذا دخل إلى جسمنا شو يسوي؟ راح يحفز الاستجابة المناعية، وبالتالي راح تتكون ضده أنتيبادي. إذا هذا الأنتيجين عنده أنتيبادي، وهذا ممكن أني أستفاد من عنده بالتشخيص. إذا هاي أول شيء. هذا الهيباتيتس S أنتيجين يعتبر ماركر علامة دلالة for what for current infection على إصابة حالية حديثة. فإذا طلع عندكم أو جابوا لكم بالامتحان حالة طلعت بيها الهيباتيتس S أنتيجين بوزيتيف، يقول لك فسر لي اياها، انت شو تقول له؟ قل له هذا دلاله على انه هذه الحاله الانفكشن هي شنو؟ كارنت انفكشن. زين هيك تكتب له كارنت انفكشن، اصابه حديثه حاليه. اوكي يقول لك شلون عرفت؟ قل له لان هذا انا اعتبره هو ماركر، يستعمل ماركر على وجود الكارنت انفكشن. هذه راح تكون الاجابه. بالنسبة عندنا إلى شنو بعد يا نوع أنتيجين؟ سي أنتيجين. سي السي هو هذا كله هو HB هيباتيتس سي أنتيجين. السي هو شنو؟ كور أنتيجين، يعني اللبة اللي هي الكابسيد. أوكي ما الكابسيد، بروتينات الكابسيد. فإذا السي هو من الكور. هذا الأنتيجين يعني إذا وين لح نلقيه؟ localized within liver cells، من يدخل الفيروس إلى داخل الخلية الكبدية ويتكاثر. لح نشوف شنو اللي موجود اللي يتمركز بالخلايا أكثر شيء، ويبدي التضاعف مهم بعمليات التكوين والتضاعف والأسمبلي بالنسبة للفيروس، راح يكون عندنا هو السي أنتيجين، هيباتيتس سي أنتيجين. identifies acute infection، إذا يطلع الهيباتيتس سي أنتيجين بوزيتيف إذا أيضا عندي شنو معناتها؟ إصابة حادة. بعد شنو احنا قلنا ايضا هذا الانتيجين اذا دخل الى الجسم راح يحفز الاستجابه المناعيه، راح يكون الانتيبادي ضده. اذا صار عندنا انتيبادي اثنين، راح يصير واحد ضد الاس انتيجين والثاني ضد السي انتيجين. زين هذا الانتيبادي اللي هو ضد السي انتيجين راح يظل طول الحياه بالجسم. زين انتي هيباتيتس سي انتيجين persists for life. خوش هذه ايضا اذا قال لك عندي حاله بها انتي هيباتيتس سي انتيجين طلع بوزيتيف، شنو يعني؟ معناتها هذه عنده اصابه قد تكون قديمه. اوكي وهذا لح يظل هذا الانتي بدي طول الحياة البيشنت وياه. ما عاد شنو عندنا؟ هذا الانتيجين يعتبر ماركر عكس الاس انتيجين. الاس انتيجين قلنا هو ماركر فور كارنت انفكشن، اما السي انتيجين لح يعتبر هو ماركر لشنو؟ للباست انفكشن. يعني من تظهر عندنا الانتي هيباتيتس سي انتيجين هو صح رح يظل طول الحياة، اي لكن هذا رح يعتبر هذا الانتيبادي وجوده يعني مثل الاي جي جي، شلون من يعتبر من يطلع لنا بوزيتيف رح يكون هو نعتبره هو اصابة
قديمة. هذا نفس الشيء، إذا طلع الانتيبادي ضده إذا هو marker of past infection، وإذا طلع عندنا الانتيجين نفسه فإذا هو يعتبر acute infection. هذا بس هاي تميزون بيناتها، انتيجين إذا طلع بوزيتيف إذا هو acute infection، أما إذا طلع الانتيبادي ضده فهذا معناتها past infection. الهيباتيتس اي انتيجين، هيباتيتس اي انتيجين، وين الهيباتيتس اي انتيجين؟ هذا، هذا اللي هي مؤشر على هذا النيل الاخضر. هذه شنية؟ هذه بروتينات، هذه بروتينات موجوده بين الكابسيد وبين منو؟ الانفلوب، فيسموها اي انتيجين، يرمزوا لها بالحرف اي، ف تكتب هيباتيتس او ال HBE انتيجين. اوكي نجي هنا هسه، هي شنية؟ is an antigen، هو عبارة عن انتيجين، انتيجين اللي هو بروتين، that can be found between، الذي يمكن ان نجده وين؟ بين the icosahedral nucleocapsid core، هذا هذا الايكوساهيدرال لانه شكله هذا اللي هو icosahedral. زين هو موجود بين الايكوساهيدرال وبين منو؟ lipid envelope، الانفلوب اللي يتكون بشكل رئيسي من الدهون. هذا الاي انتيجين اذا طلع بوزيتيف معناتها شنو؟ marker of active replication and infectivity، معناتها ال 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 الفيروس في حالة تضاعف، في حالة يكون active وفي مرحلة التضاعف. زين فإذا هو ممكن انه ينقل من خلية لخلية اخرى ويسبب لنا الإصابة. اوكي اذا هذا الفرق بين الاس والسي والاي. اوكي كل واحد من عندها اذا طلع بوزيتيف الى دلاله، الى دلاله فيعتبروهم ماركر. هذه ما موجوده بالمنهج مالتكم، بس حطيت لكم اياها ليكون تسالون بيها، لان الهيباتيتس بي صفاته تختلف تماما عن الانواع الاخرى من الفيروسات اللي هي الاي والسي والبقيه. قبل شوية ايش قلنا؟ هذه الجزيئة الفيروسية اللي هسه قبل شوية هذه قلناها كلها وشرحناها، اللي بيها الـ L والـ M والـ S وبقية الانتيجينات. هنا مكتوبة أيضا اللي هي اللارج والسمول والميديوم. هاي الجزيئة الفيروسية إذا كانت موجودة بيها هذه الانتيجينات وموجود بيها البوليمريز، دي بوليمريز اللي هو المهم بعملية التضاعف الدي ان اي، والمادة الوراثية طبعا الدي ان اي موجودة، اذا هذه يسموها infectious hepatitis B virus particle. يعني الجزيئة او الجزيئة الفيروسية الكاملة بهذه المحتوى شي يسموها؟ جزيئة فيروسية كاملة لها القابلية على إحداث الإصابة. زين إذا إيش وقت إحنا راح تكون عندنا هذه الكاملة وتسبب الإصابة؟ لما كلها هذه الأجزاء موجودة بالفيروس. هذه كلش مهمة شباب تركزون عليها. إذا عندنا نوع أو نوع أو شكلين، ما نقول نوع، شكلين من يضاعف الفيروس الهيباتيتس بي فيروس أثناء دورة الحياة راح تتكون أكو أشكال أخرى إلي، أشكال أخرى إلي. شي يسموها هاي الشكلين؟ هاي الشكلين الشكل يسموه السفيرويد الكروي،
وشكل يسموه فيلامنتس. فإذا عندي شكلين، الشكل الأول سفير أو سفيريكال يعني الكروي، وعندنا الفيلامنت أو الفيلامنتس يعني الخيطي. إذا عندنا كروي وخيطي. زين، هذه اثنيناتهن شنو اختلافها عن الجزيئة الفيروسية اللي تسبب الإصابة مبينه؟ تمام، هاي الشكلين نسموها هنا مكتوبة عندكم فاقدة. لي شنو؟ ما بيها الدي ان اي بوليمريز، هذا الانزيم اللي هو مهم بتضاعف الفيروس، المادة الوراثية للفيروس. وبعد شنو؟ absence، فاقدة للكور. الكور اللي هو منو؟ هذا ما عندها الكابسيد. زين، ولا الجينوم ولا الدي ان اي. زين، اذن هي هذه كلها ماكو، هذا التركيب الداخلي كلها ماكو، فارغة فارغة، بس الانفلوب الموجود بالخارج. اذا هي هاي الشكلين ما عندها لا دي ان اي بوليمرايز ولا عند الكور ولا الدي ان اي. اذا هذه الاثنين الشكلين يسموها نون انفكتشوس هيبيتايتس بارتيكل، نون انفكتشوس، ليست لها القابليه على احداث الاصابه. اوكي، هذه بس انا يعني خليت لكم اياها، ما مذكورة بالمنهاج، ليكون يجيبوا لكم أكو بعض الشغلات يعني من عدها، فحتى لو تقرأوها قراءة بس افهم أنه أكو شكلين إلها، هاي الشكلين فاقدة للمكونات الداخلية للفيروس، وهي ليست لها القابلية على إحداث الإصابة. أوكي، بالنسبة عندنا إلى الهيبتايتس، قلنا بي فيروس، أيضا أكو إعادة طبعا بالشغلات اللي هم كاتبين لكم إياها، اللي هو قلنا هي تعود إلى عائلة الهيبادينوفيريدي، عندها نيومرس أنتيجينيك كومبوننتس، عندها العديد من المكونات الأنتيجينية. بعد طبعا هي الهيبتايتس هذا humans are only known hosts، يعني المضيف الإنسان يعتبر هو المضيف الوحيد إله، بينما أكو الأنواع الأخرى من الهيبتايتس دي وغيرها لا، ممكن تصيب أو تنقل من الحيوانات للإنسان وهكذا، ما ندوخكم بها. الريتين infectivity for more than 7 days at room temperature، يعني إلى القابلية أنه يسترجع حيويته الفيروس حتى لو خليته بعد 7 أيام بالغرفة، حرارة الغرفة. زين، فلذلك هذه من الأنواع الخطرة الهيبتايتس بي. بالنسبة عندنا إلى الإبيديميولوجي، الإبيديميولوجي طبعا هو worldwide، واسع الانتشار. إن شاء الله عندنا محاضرة كاملة، أعتقد لح تكون هي المحاضرة إن شاء الله الرقم 14 والأخيرة، لح أنطيكم بها عن الفيروسات اللي تسبب كانسر. واحدة من الفيروسات اللي تسبب الكانسر هي نوع بي، هيبتايتس بي فيروس، فرح يسبب ليفر كانسر. ليفر كانسر، الإصابة عند الذكور تكون أعلى من الإناث مثل الكورونا، وتسبب الوفيات عند الذكور أكثر من الإناث هم مثل الكورونا. زين، إذن الميلز third leading cause of cancer mortality، الهيبتايتس بي فيروس يعتبر هو ثالث مسبب عالميا اللي يؤدي الى الوفاة ب السرطان الكانسر الليفر كانسر. اما بالنسبة الى الفيميل فيعتبر هو ال sixth leading cause of cancer mortality. الانكوبيشن بيريد، سبق ان قلنا شنو فترة
exposure to the onset or onset of symptoms to the onset of symptoms يعني هي الفترة بين التعرض أو الدخول الفيروس إلى داخل الجسم لحين ظهور الأعراض المرضية. إيش قد راح تأخذ؟ من 6 أسابيع إلى 6 أشهر. من 6 أسابيع إلى 6 أشهر. الهيباتيتس بي فيروس راح يكون هو the highest concentration in blood. الهيباتيتس بي فيروس أكثر شيء موجود, أكثر عدد موجود راح يكون بالدم, لذلك أخطر وسيلة لانتشاره راح يكون هو عن طريق البلد. هذا من الأسباب المهمة اللي ليش ينتشر هيباتيتس بي فيروس بسرعة بواسطة البلد, لأنه موجود بالدم in high concentration. In high concentration فإذا أعلى تركيز للفيروس هو بالدم. زين أقل تركيز وين راح يكون؟ راح يكون موجود في بقية السوائل, مثل إيش؟ مثل السيمينال فلويد والفاجينال سيكريشنز بالسائل المنوي والإفرازات الأنثوية بالنسبة للفاجينا. and بالنسبة إذا كان موجود الشخص المصاب بالهيباتيتس انجرح أو عنده بثور أو عنده أو عن طريق الجرح راح يكون والتهب, فلهذا الجرح راح بي إفرازات تصير اللي هي إكسوديت فيسموها wound إكسوديت, هذه موجودة أيضا بها فيروس الهيباتيتس بس يا نوع البي. أوكي قسم من الأشخاص إذا كانت عندهم المناعة عالية فراح يكون self limited, قسم الآخر راح يظل شنو عندهم وهي هذا الشائع من يدخل الفيروس إلى الجسم بعد ما يطلع يكون chronic chronic. أوكي هاي بالنسبة إلى حطت لكم إياها بالطوخ بولد, هاي ركزوا عليها. قلنا ايضا الهيباتيتس بي فيروس انفكشن راح يصيب طبعا كرونيكالي انفكتد ان وورلد وايد تقريبا 350 مليون شخص. وايش راح يسبب؟ راح يسبب كرونيك هيباتيتس اند سيروسيس. السيروسيس هو هذا, السيروسيس هو التليف الكبد. فتشوف دائما اللي يصاب بالهيباتيتس يظل المفروض طول عمره كل 3 أشهر كل 6 أشهر يسوي إعادة فحص, إعادة فحص, ويسوي دائما liver functions فحوصات عمل الكبد تكون يعني طبعا وياها يسموها السونار زين حتى يشوفون إذا كان الكبد واصل إلى مرحلة متقدمة فبالإمكان يسووا له زرع, ينطوا بعض الأدوية حتى يوقفون ما يوصل إلى مرحلة التليف وحدوث الكارسينوما الهيباتوسيلولار كارسينوما. أوكي هذا من أيضا إذا هيومن كارسينوجين إيش قد تقريبا من اللي يصابون أو إيش قد موجود ما يعادل كوز أب تو 80% of hepatocellular carcinoma يعني 80% من المصابين ب أو 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 الهيباتيتس بي فيروس 80% من المصابين راح يصير عندهم شنو كارسينوما hepatocellular carcinoma وبالتالي يؤدي إلى الديث. هذه أيضا حطيت لكم إياها لأنه شوية كانت ممرتبة يعني شوية الترتيب مالتها بالمنهج فرتبت لكم إياها بهذه الطريقة اللي هي بالنسبة إلى الهيباتيتس بي فيروس شنو هي الأعراض والطرق الرئيسية
الرئيسية للانتشار. احنا قلناها في بداية المحاضرة اللي هي راح تكون from mother to كتبوها fetus افضل زين. وبالامكان هو ممكن الى عن طريق الشايلد اذا كانت الام في تلامس مباشر مع ابنها زين، لان هي موجود بالماني فلويد بادي فلويد contact with infected blood راح يكون عن طريق التلامس مع الدم المصاب او السوائل الجسم اللي تحتوي على الفيروس. عندنا unprotected intercourse with uninfected person، يعني التلامس اللي يكون مباشر مع ويا الاشخاص المصابين، واذا صار واحد بالعائله فهذا راح يسموه household. هذا ايضا راح يكون شنو يعني، اذا واحد شخص من الاسره انصاب البقيه دائما لازم يكونون بحذر زين طول عمرهم يظلون بحذر. الشيرينج نيدلز ها مثل ما قلنا تو انجكت دراجز، يعني عن طريق الواحد ياخذ مخدرات ومن شخص لشخص نفس الابره اخذوا المخدرات بها زين، او مو الا المخدرات. مثلا اكو بعض الدول الفقيره حتى هاي ماكو احنا نستعملها اللي هي ديسبوزابل، يستعملوها مره ثانيه لاشخاص ما عندهم لين فقره، فلهذا راح يصابون بها. needle stick injuries الى اخره، هاي اللي قلنا عليها infected household member اللي هو شخص واحد اذا انصاب بالاسره ممكن يعدي البقيه. اوكي current for recent IDU، ال IDU كاتبين لكم اياه هو بس ما كاتبين شنو ال IDU. ال IDU هو infection drugs users اللي هم متعاطين المخدرات بالحقن زين، هذا يسموه ال IDU. والبقية طبعا منه راح يكونون اكثر الاصابة اللي هم الهيلث كير اللي يشتغلون بالمستشفيات، لذلك اللي يشتغلون بالمستشفيات بين فترة وفترة ياخذون لقاح، ياخذون لقاحات. اوكي واللي يشتغلون البي سي ار بالنسبة لل التشخيص او شعبة الفيروسات الخاصة بتشخيص الهيبتايتس دائما ياخذون لازم لقاحات ويفحصون، يعني تقريبا كل شهرين يفحصون هل هم مصابين او لا، نفس الستاف نفسهم. اوكي ايضا منهم اللي يتعاملون بالبلاد بانك نفس الشيء ايضا لازم هذه بين فترة وفترة يفحصون الدم مالتهم. persons with end stage renal disease، الأشخاص اللي عندهم اللي يعانون من المراحل النهائية من غسيل الكلى، فتشوف هذول دائما جماعة غسيل الكلى أيضا يصابون إذا كان الجهاز ما معقم إلى آخره، فأيضا يصابون بالهيبتاتس كل شوية ينصابون بها، يعني ما يموتون بالرينال فيلر فشل الكلوي، يموتون بالانواع الهيبتايتس زين. هو نفس الشيء بالنسبه اللي عندهم كرونيك ديزيز. شنو الاعراض المرضيه اللي تظهر عندهم؟ مثل ما تعرفون عندهم شنو، جويندس، جويندس اللي هو ابو صفار، فيفر هاي فد علامه ايضا، الادرار والخروج بالبدايه يصير لونه دارك يلو اصفر طوخ، بعدين يبدي يصير اللون يعني شلون على الجوزي بعدين طوخ، بس اكثر شيء راح يصابون يصير يسموها الدارك يورين، يعني تكون عندهم الاصابات او المصابين راح يصير عندهم يعني كلش طوخ يصير عندهم بحيث حتى يميل الى اللون الفسفوري اصفر فسفوري كل شيء مبين رأسا أول ما تباوى عليه لح تقول هذا أكوى هيبتايتس من اللون الإدرار. أوكي اللوسينج طبعا أبيتايت يعني يفقد الشهية، ويكنس ضعيف إلى آخره، وعنده هيدك والهايفيز، الهايفيز اللي هي تصير عنده قشعريرة، يصير عندهم بعد شنوه بما انه هو راح يصيب الكبد، اذا دائما يكون
انتقال البي هيباتيتس بي فيروس راح تكون هي قريبة جدا إلى طرق انتقال الهيباتيتس سي فيروس. هذه سويها بشكل سويناكم يعني بشكل صور حتى تكون أسهل، فأنتوا تقدرون من يومكم أيضا تلخصوها بشكل نقاط. عندنا بعد diagnosis. بالنسبة للتشخيص، التشخيص ما مركز لكم عليه هواية زين. بالنسبة بالمنهاج خليت لكم صور، لأن هذه هي هسة الموجودة بالأسواق خلينا نقول، واللي هي المتبعة بالمختبرات أكثر شيء زين. تبقى أنت شو تريد، تريد تشخص الأنتيجين لو تريد تشخص الأنتيبادي ضد هذا الأنتيجين أوكي. لو تشتروها أو هي راح يجيب لكم إياها بالامتحان أو تشوفوها بالمختبرات، هذا يسموه rapid test اللي هو الاختبار السريع. لو يكون لوحده كأنتيجين وحده اللي هو مثلا هيباتيتس اس أنتيجين زين، إذا طلع لك positive معناتها أوكي هذه الإصابة. يعني أكو التشخيص السريع يطلب الطبيب ما يطلب بقية الأنتيجينات، من هذا راح يعرف أنه الشخص مصاب أو لا أوكي. الأكو لهذا النوع بي أنتيجين وبي للأنتيبادي زين، هذا قليل ما موجود عندنا هواية. النوع الآخر عندنا راح يكون بشكل شريط، هذا بس تغمسه بالإدرار أو تغمسه بأي فلويد آخر أنت تريد تعرف بي موجود الأنتيجين الفيروس يعني موجود لو لا، مو قلنا موجود بتركيز عالي بالدم وموجود بتركيز قليلة في بقية الفلويدز. هذه يعني تقدر أنت بالبيت تسوي هذا، بس مجرد تغمسه دقيقة وتطلعه، من تشوف تغير اللون مالته إذا بوزيتيف، إذا ما تغير نيجاتيف أوكي. فإذا هاي الفحوصات اللي هي متوفرة بهذا الشكل، والكيت مثل ما قلنا راح يكون مكتوب عليه مختصرات أوكي. نجي إلى الشرح. بالنسبة عندنا الدايغنوسيس قلنا الهيباتيتس بي is detected by looking for a number of different antigens or antibody. إذا أنت إيش تبحث looking for؟ تبحث عن لو الأنتيجينات أو الأنتيبادي. من يا هذه هيباتيتس بي سيرفيس أنتيجين، هاي اللي قلناها، أنت راح تبحث عن الهيباتيتس إس أنتيجين. ليش يطلبه أكثر شيء الطبيب؟ a protein on the surface، ما إحنا مو قلنا الإس هي السيرفيس أنتيجين الموجودة على سطح الهيباتيتس بي فيروس. can be detected in high levels، يمكن أنه أنت تشوفه بمستويات مرتفعة، يعني التايتر مالته يكون عالي. إيش وقت؟ بالسيرم during acute or chronic hepatitis B virus infection. أوكي؟ لذلك يطلبه الطبيب دائما. المن لح يطلب hepatitis S antigen. فإذا طلع positive لو acute أو chronic. هذا بالنسبة للأنتيجين زين. بعد شنو قلنا في بداية المحاضرة؟ قلناها هذه ترى the presence of hepatitis S antigen indicates that the person is infectious. ومن يطلع عندك هذا البوزيتيف، هذا شيء يدل على أنه هذا الشخص مصاب. وبعد شنو من يقول مصاب يعني إيش؟ يعني إلى القابلية أنه ينقل الإصابة إلى شخص آخر، هاي معناتها زين. الانتيباديز to hepatitis S antigen as part of the normal immune، طبعا احنا قلنا ايضا قلنا من يتكون انتيبادي ضد هذا الانتيجين ايضا هذا رح يساعدني بشنو؟ بتشخيص الفيروس واعرف يا مرحلة واصل
الكاتيتر مالته، هذا رح يفيد الطبيب بالعلاج ويعرف التقدم المرض عند البيشنت. اوكي، بالنسبه عندنا الى الهيبتايتس اس انتيجين از قلنا انتيجين از يوزد از هنا تو ميك ذا هيبتايتس بي، هذا العشاء يستعملوه، هذا راح يستعملوه بالانتاج الفاكسين. اوكي، هسه هاي حطيت لكم اياها بصفحه واحده، حطيت لكم اياها بصفحه واحده. شنو كل واحد اذا يطلع لك بوزيتيف ايش يعني؟ اوكي، اذا هسه ناخذها واحده واحده. هيبتايتس بي احنا قبل شوي حكينا على هيبتايتس اس، مع هذا احنا راح نعيدها وياها البقيه. هيبتايتس بي سيرفيس انتيجين اذا كان بوزيتيف معناته شنو؟ ايش قلنا؟ بيرسون هاز هيبتايتس بي انفكشن، الشخص مصاب بالهيبتايتس بي فيروس والى قابليه على نقل الفيروس الى اشخاص اخرين. If this antigen persists for more than 6 months in an individual it is classified as a chronic infection. احنا مو قلنا ايضا هذا الانتيجين اذا بقى لفتره اكثر من 6 اشهر بالشخص المصاب، اذا يعني انت مثلا هذا الشهر اجاك patient سويت له تحليل طلع لك الهيبتايتس اس انتيجين بوزيتيف، نفس الشخص يجيك بعد شهر ايضا راح يطلع له بوزيتيف، وهكذا لمده ايش قد؟ 6 اشهر. من يطلع 6 اشهر متتاليه كلها بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، اذا خلاص هذه الاصابه صارت عندك كرونيك. بهيك حاله راح يستمر الطبيب شنو؟ راح يستمر الطبيب يشوف عنده الاصابه وين راح توصل، راح يقدر يعالجه، راح يقدر يتلافى السيروسز ما يوصل الى التليف الى اخره. هذا خلصنا من عنده. اروح بعد وين؟ اروح على الهيبتايتس اي انتيجين. اذا طلع الهيبتايتس اي انتيجين زين، وقلنا الاي انتيجين هو شنو؟ هذا بروتين موجود بين الكبسيد والغلاف. اذا طلع هذا بوزيتيف معناتها شنو؟ very active infection. حطيت لكم اياها باللون الاسود الغامق، معناتها الاصابه حديثه وتوها صار الاصابه، ويعني شلون نقول عليها فعال في قمه الفعاليه، معناتها الفيروس دا يتضاعف دا يتكاثر في كبد المريض. اوكي، هذا يسموه very active infection، هاي معناتها. For example, the virus is continuing to make copies of itself at a high rate. هاي معناتها. معناتها شنو؟ أنه الفيروس مستمر يكون copies يعني نسخ من عنده، ده يتضاعف ويتكون جزيئات وده يصيب ده ينتشر من خلية إلى خلية أخرى. Okay؟ وشون يكون انتشاره؟ At high rate، بمعدل عالي. Okay. This person, هذا المريض اللي عاني هذا الشيء, usually has a high level of virus in the blood. من تيجي تاخذ الدم لحد تشوف انه البي الفيروس بتركيز عالي. تركيز عالي عنده. And is highly infectious. شيء اعتيادي، إذا هو موجود الفيروس بتركيز عالي بأعداد عالية عند يعني كلش نشط يكون وعدده كلش هواية، إذا بهيك حالة ايش راح يكون؟ راح يكون له قابلية أنه يصيب أشخاص آخرين.
اوكي، والاصابه راح تكون عاليه، يعني بسرعه راح يصيب الشخص اذا فات بس الفيروس عن طريق تشكه مثلا، انت اثناء سحب الدم من مريض وانت عندك جرح، ملابس جفوف الى اخره، حتى هاي نسميها ماكو الشعفورات الصغيره مالت، او مرات انت تقص اظافيرك يصير عندك جروح زين، وهذه راح يدخل عن طريقها. لذلك هاي المرحله اذا يطلع عند الاي بوزيتيف انتهى، اذا هذه قمه الفيروس، يكون في قمه الاكتيفيتي مالته. هذا احنا حكينا هسه عن انتيجين، سيرفيس انتيجين والاي انتيجين، اثنيناتهم ايش راح يتكون؟ يحفز الجسم على تكوين الانتيبادي. اذا انت تقدر شو تسوي بعد؟ تقدر تكشف عن الانتيبادي ضد هاي الانتيجينات ايضا بالجسم. واذا طلعت بوزيتيف شنو يعني؟ هسه نجي عليها. بالنسبه عندنا الى الهيبتايتس اي، الهيبتايتس اي اذا طلعت هيك حاله بوزيتيف معناتها شنو؟ indicates less active infection. من صارت الانتيبادي معناتها الانتيجين الاي انتيجين حفز الاستجابه المناعيه، كون الانتيبادي، من يتكون الانتيبادي راح يحد من انتشار الفيروس. فمن يتكون عندك اذا طلع عندك بالفحص الاي بس من وهذا الانتيبادي انتي هيبتايتس او الاتش بي اي اذا طلع بوزيتيف زين، معناتها هذا دلاله على انه less active infection، صارت الاصابه اقل حده مو بالخطوره مثل ما يظهر عندنا الاي انتيجين بوزيتيف. اوكي، نروح على احنا شنو بعد عندنا؟ عندنا السي، السي انتيجين ايضا راح يحفز على تكوين الانتيبادي، فراح شرح يتكون ضد الاي جي ام والاي جي جي. اوكي، اذا كان عندنا اي جي ام بوزيتيف طلع اللي هو خاص لمن؟ للسي، اذا هذا دلاله على انه الاصابه شبيها ريسنت اكويستشن of infection، يعني الإصابة acute حديثة، لأنه IgM والإصابة مالته هي ما صار لها أقل من 6 أشهر. أما إذا طلع عنده الأنتيبادي عالي ضد بالنسبة للIgG، فإذا هذا found in anyone who is or has been infected with هيبتايتس بي فيروس، هذا راح يطلع عند اي شخص انصاب مسبقا بالهيبتايتس بي فيروس، ومعناته صار له فتره طويله، فاذا هذا راح يظل شنو؟ هذا persist for life، هذا راح يظل طول الحياه. اوكي، مثل ما هو معروف عندكم مثل بقيه الفيروسات والانواع الاخرى. It is not present in people who have been vaccinated against hepatitis B. لكن هو هذا ما موجود. It is not present when بالأشخاص اللي هم أخذوا فاكسين. زين؟ يبقى عندنا الهبتاتيس S antibody. هسه صار عندنا antibody E. وللسي وللاس. الاس اذا طلع الانتيبادي ضده شنو معناتها؟ يطلع عندنا بوزيتيف للسيرفس انتيجين، انديكيتس اميونيتي تو هيبتايتس بي فيروس، معناتها مناعه الجسم دا تشتغل زين. ايذر ديو تو ناتشرال انفكشن ذن ريكفر اور افتر فاكسينيشن. اذا اذا طلع لك الانتيبادي بوزيتيف للاس، معناتها الشخص ريكفر، ريكفر اتشافى او شنو؟ او ماخذ لقاح. اوكي، هنا
بين الاي جي جي وبين الاس. يبقى عندنا اذا طلع احنا مو عندنا بالنسبه قلنا الهيباتيتس بي فيروس نوع الماده الوراثيه بي هو دي ان اي، هذا ايضا يعتبره كانتيجين. فاذا طلع الهيباتيتس بي فيروس دي ان اي بوزيتيف معناتها شنو؟ This test detects the genetic material، معناتها هذه المادة الوراثية للفيروس موجودة and may be needed in someone with a defective immune response to help make a diagnosis، معناتها انه الفيروس موجود بالجسم وبعد شنو خلينا نقول انه يعني عند المناعة بعدها ما صار بها تحفيز. الاكثر شيء اذا قلنا اللي يطلبه الطبيب هو الهيباتيتس اس، وحتى يعرف وين وصل المرحلة المرض راح ينطي الاي جي جي والاي جي ام. فهذا حاطيكم بالنسبة بالمنهج الوزاري، حاطيكم هذا الجدول انا حطيته يعني انتوا راجعوا هذا الحكي اللي هسه قلناه. مثلا اذا كان عندك هيباتيتس اذا كلها نيجاتيف شيء اعتيادي، هذا الشخص غير مصاب، نيفر انفكتد، غير مصاب. واذا طلع عندك مثلا الاي جي ام بوزيتيف وعندنا الهيباتيتس اس بوزيتيف، اذا هذا اكيوت انفكشن وهكذا. هذا يعني تراجعوه ويا الحكي اللي هسه احنا قلنا، يعني هذه نعطيكم امثله عليه. ايش وقت تعرف عندك كرونيك؟ لما يكون عندك التوتال انتي هيباتيتس سي موجود عالي، تايتر مالته معناتها كرونيك وهكذا. هذه مراجعه لها للحكي اللي قلنا. ايضا هذا حاطين لكم اياه بالمنهج، حاطين لكم اياه كصوره لكن كشرح ما كاتب لكم عليه هوايه. رجعت للمصدر شفت هذا هو عباره عن بحث دولي عالمي لشخص بهيباتيتس ويقيسون عنده ايش قد طلعت الاي جي ام خلال الاسابيع، ايش قد طلع عنده الهيباتيتس اس وهكذا. هذه ايضا كامثله، يعني يقول لك مثلا في بدايه الاصابه طلع عنده الهيباتيتس اي انتيجين عالي، اذا هذا شنو خلال الست اشهر الاولى؟ اذا هذا اكيوت. عدت الست اشهر زين بدا يطلع عنده الانتي هيباتيتس اي، يعني صار عنده انتي بودي، اذا هذه الحاله هي شنو؟ بدا كرونيك. واذا صارت عنده طلع الهيباتيتس اي انتيجين بوزيتيف ومرت عليه اكثر من 6 اشهر، اذا هذا صار عندنا كرونيك. اوكي، منو بالبدايه راح يتكون نوع الـ بالنسبه الى السي الهيباتيتس سي راح يتكون عندنا الاي جي ام، يبدي يرتفع وبعدين ينخفض. ليش؟ لان راح يبدي يظهر الاي جي جي وهكذا. هاي معناتها يعني تقريبا الشرح اللي احنا قبل شويه قلناه، بس هذا ماخذيه كمثال. هذه كلها يسموها سيرولوجيك ماركرز، سيرولوجيك ماركرز اللي احنا هسه حكيناها كلها، الانتيجينات والانتي بودي اللي قلناها كلها، هذه تعتبر ماركرات مناعيه سيرولوجيه على مدى كفاءة الجهاز المناعي ضد الفيروس، ويعرفون وين وصل بيا مرحلة وهل هو أكيوت لو كرونيك. وهذا مهم قلنا في تحديد العلاج، ويتبع الطبيب هل وصل إلى مرحلة الأكيوت أو كرونيك. أوكي، وهل راح يبقى طول حياته؟ وإذا بقى طول حياته لازم يسووا له مثل ما قلنا الليفر فانكشنز دائما، وظائف الدم الكبد دائما، حتى الكدني يبدي يسويها، يعني وظائف الكدني لان يعني تبدي يتعب الكبد مالته. اوكي، هنا ايضا هذا نفس البحث
أهمين ماخذيلكم، يعني مثلا بالبداية كان الهيبتايتس اس أنتيجين عالي وبعدين قل. هذه أمثلة، هذه كلها أمثلة. أوكي، يعني تقرأوها قراءة سريعة. حاضر دكتور، اسمحي لي اغادر بس شوية، صار عندي ظروف خاصة والله. اي نعم، خير ان شاء الله. ان شاء الله مش فاهم دكتور. ان شاء الله ان شاء الله، وهذه مسجلة وانزل لكم اياها باذن الله. طيب بالنسبة عندنا، ما بقالنا شيء ان شاء الله، بالنسبة عندنا الى دورة الحياة، ايضا حاطيكم بس المخطط. المخطط هو شنو؟ هو انه هنا ندخل الفيروس، بعدين راح تبدي تتضاعف المادة الوراثية له، ثم تبدي عندنا العملية الأسمبلي اللي هي عملية التجميع، وهنا حتى يخرج الفيروس راح تصير الإحاطة البادينج انتو اندوبلازميك ريتيكولوم، يعني راح تصير الإحاطة بالفيروس وهو يعني بعدد داخل الخلية المضيف، ثم يطلع إلى الخارج بغلاف متكامل وعليه الأنتيجينات كاملة. فيعني إذا يعني تريدون تقرأون الرئيسية اللي هي entry of virus، وشوفوا شلون فقد الغلاف مالته، بقى بس الكابسيد، بعدين بقى منو هذا، تبدي عملية التضاعف أوكي بالنسبة للمادة الوراثية، وهنا عملية الأسمبلي، وهكذا ثم عملية خروج الفيروس الريليز إلى الخارج. يعني تقرؤون الرئيسية. والشغلة أيضا شوف هنا ممكن تصير ريسايكلينج، إعادة من جديد مرة ثانية، يرجع يتضاعف وهكذا. أوكي، بالنسبة عندنا إلى الكومبليكيشن، احنا قلناها اثناء الشرح، اذا بقى الفيروس لفتره طويله بالجسم ايش راح يسبب؟ سيروسيس، تليف الكبد، وبالتالي هيباتوسيلولار كارسينوما، ثم الديث. اوكي، ايضا شنو هو راح ممكن يحدث؟ راح يحدث عندنا الكرونيك فايريميا، هو بقاء الفيروس بالدم، ايضا راح يكون كرونيك، وهذا طبعا ايش راح يسبب؟ هاي ريسك وذ ايرلي انفكشن. اوكي، هذا ينطوكم يقول له يعني احنا قلنا هو واسع الانتشار بالعالم. المرض بانماط يسموها جلوبال باترنز، جلوبال باترنز، انماط العالميه للمرض يصنف الى 3 اصناف، هاي انترميديت واللو، هاي انترميديت واللو، يعني مدى اصابه مالته هل هو راح يكون جدا خطير، لو انترميديت وسط، لو يكون لا الخطوره مالته قليله، هاي معناتها هاي انترميديت واللو. حطيت لكم اياها ايضا بالبولد، هذه يعني بس هاي تركزون عليها. بس كنسب بصراحة هي هاي يعني دا تتغير، يعني كل سنة دا تتغير، مع ذلك أنا خلت لكم إياها بشكل بولد. أوكي، تقريبا احنا خلصنا الأشياء كلها الرئيسية. يبقى عندنا بالنسبة إلى التريتمنت، التريتمنت راح يكون عندنا for acute infection no medication، يعني ماكو إلى علاج زين، لكن بالنسبة إلى الكرونيك حتى يحدون يعني من انتشار الفيروس او يسيطرون عليه، هو انتشر وهو تلف بعد عند الكبد، لكن مع هذا ينطوه بعض الادويه اللي يحاولون بيه يخلوه خامل، يحدون من الاصابات مالته، فيستعملون اكثر شيء الانترفيرون، موجود عندنا حتى بالعراق يستعملون الانترفيرون، وكلش غالي، كلش غالي هذا العلاج، هاي العلاجات كلش غاليه. بالنسبه عندنا الى الفاكسين،
الفاكسين راح يكون هو النوع الريكومبيننت، وياخذون الجزء مثل ما قلناها بداية المحاضرة، الفاكسين اللي يحضروه ياخذون البروتين اللي هو الهيبتاتيس اس انتيجين، ومن عنده يحضرون الفاكسين، وبي ثلاث جرع، بي ثلاث جرع. ان شاء الله يعني اكون غطيت بالنسبه للماده. من تراجعوها راح تشوفون ان شاء الله سهل، مو هذيك الصعوبه بيها. تركزون على هاي الصفحه، تركزون على هاي الصفحه اللي هي بالنسبه الى التشخيص الفيروس، اذا طلع عندك بوزيتيف شنو يعني، واذا شو وقت راح يطلع بوزيتيف، هاي كلش مهمه. زين، حطيت لكم هاي الصور حتى من تجيكم بالامتحان ما تتفاجئون بيها، اوكي. وشغله واحده يمكن اني نزلت لكم مره، سويناها واحده من دورات التدريب كليه النسور، ادرب الطلاب عليها. يعني عندكم مثل هاي بس وحده للهيبتايتس الاس انتيجين حفره له، والثانيه بصفه اتش اي في وبصفه كورونا. فثلاث تحاليل لشخص واحد انت تقدر تسويها، اوكي. وان شاء الله يا ربي كل التوفيق.